كيفن هو أكثر من ابن بالنسبة لي. العلاقة اللي صارت بيني وبين ابني أخذت 11 سنة in the making، نظراً لشغلي الموجود أنا هون بالسعودية بالطيران، ما بقدر أكون بلبنان وقت الكافي. أنا بطبعي سيء جداً بالطبخ، بس بما أنه كيفن بحب الكيك سويت كيك، حابب أنا أعمل له لأول مرة كيك بخليه يحس أنه في شيء مميز كتير بيني وبينه، إن شاء الله يزبط معي. من خلال أصحابي قدمت قصتي على ويب سايت نسلي، واليوم حابب أوصل له كلام حلو لكيفن. كيفك؟ شفتك جاي؟ والله يا بعد كيك كيك ورسالة بقلبه كمان. يعين عليك. يلا يلا. هو حيكون مفاجأة حياته بالنسبة له هو، لأنه صارنا فترة ما عملنا سيربرايزز. كيفك كيفن؟ منيح. هيدا الكيك إلك؟ ميرسي. من بيك؟ عنده غنية صغيرة لإلك كمان. عملك تسمع؟ كبرت وصرت رفيقي يا بابا، إن شاء الله أشوفك دايما سعيد، مهما بعدنا قلبي بضلك قريب. راح اللي صدقتها بهالكيك الشوكولاتة والحليب.